رجعنا مرة تانية لسه مكملين معاكم فقراتنا في 7 في 7 على شاشة تايم سبورتس، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرة الفيك نيوز أو الفقرة اللي دايما بنقول لكم فيها الإشاعات المنتشرة حاليا على الساحة الرياضية، وكمان بنصحح لكم فيها الخبر المنتشر لو كان خبر غلط. النهاردة بقى هنتكلم عن الإشاعة اللي اتقالت في الفترة اللي فاتت أو من امبارح للنهاردة أن مباراة الجونة ونادي الزمالك ممكن أن هي يتم إعادتها بسبب أن استمر محمود الجزار مدافع الجونة اللي تم طرده في الدقيقة الأخيرة من المباراة جوه الملعب. لكن في مصدر بقى في اتحاد الكرة أكد أن الجزار ساب الملعب بعد ما تم طرده على طول، وطرده كمان الحكم محمود عاشور، واللي أخذ القرار ده بعد اشتباك حصل ما بينه وما بين اللاعب يوسف أوباما مهاجم نادي الزمالك، والاتنين خرجوا بعد كده من الملعب. وغير صحيح تماما اللي اتقال أن هو استمر جوه المستطيل الأخضر، وبالتالي ما فيش داعي أو في أي سبب عشان يتم إعادة المباراة، وما كانش في أي مخالفات قانونية داخل اللقاء. برضو من الإشاعات اللي انتشرت النهاردة كمان حقيقة بقى خبر اتنشر في الفترة اللي فاتت عن كهربا، وأخبار كتير وكلام كتير اتنشر عن كهربا لاعب نادي الزمالك، واتهامات توجهت له من نادي الزمالك بخيانته للنادي وأنه هو ساب النادي قبل أهم 3 مباريات في المنافسة في الدوري. كهربا بقى نفسه رفض كل الاتهامات دي، يعني رفض أنه يتقال عليه الكلام ده خالص، وقال كمان أنه هو ما طلبش أي حاجة غير حقه، وان هو ما سابش النادي الا لما اتقال له في عرض امشي، لو هات عرض لنادي الزمالك وعايز تمشي بعد كده امشي. واضح كمان ان عقده كمان انتهى يوم 30 يونيو اللي فات، وان هو كمان بياخد اقل عقد في الفريق وما اتكلمش او فضل ساكت وفضل ان هو يصبر لحد اخر وقت. قال كمان كهربا ان اللي كان مزعله هو هجوم جمهور نادي الزمالك عليه بسبب واحد من الاشخاص اللي بيهاجموا ليل ونهار، وبكل اسف الجمهور صدق كلامه وبيهاجموه كمان. كمان ناشد كهربا بقى جمهور نادي الزمالك ان هم يتفهموا موقفه، وان هو اتعرض لظلم كبير جدا جوه نادي الزمالك، وان هو ما مشيش الا بعد ما لقى ان هو حقه ضاع وما اخدش الفلوس او اخد فلوس اقل بكتير من كل زمايله اللي موجودين معاه في الفريق، وما حدش من المسؤولين كلمه في تجديد او في تعديل عقله، وكل اللي اتقال له شوف عرض او هات عرض وسيب النادي.